السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم في مادة الرياضيات المستوى الثاني صفحة 40. إذا الدرس الثامن، استعمال تقنية الاعتيادية للطرح بدون احتفاظ من 0 إلى 999. الحصة الثانية، أكتشف وأتمرن. إذا التمرين الأول، أعطت كريمة 16 درهما لسارة وأصبح لديها 39 درهم، كم كان لدى سارة من أب؟ نستعمل التمثيل والمستقيم العددي ثم نضع العملية ونكمل. إذا لدينا هنا 39 16، علينا أن نجد العدد الذي نضيفه إلى 16 ويعطونا 39. إذا نبدأ بالوحدات، 9 ناقص 6 3، 3 ناقص 1 2. إذا العدد هو 23، نضع هنا 23. إذا 9 ناقص 6 3، 3 ناقص 1 2. التمرين الثاني، أستعمل المستقيم العددي وأحصر. إذا هنا عمليات الطرح العادية، 10 ناقص 1 9، 7 ناقص 3، إذا 7 نطرح منها 3 تعطينا 4، 3 نطرح منها 2 تعطينا 1، إذا نكتب 1. إذا ننجز العمليات، لدينا هنا 10 ناقص 4 6، 10 ناقص 9 1، 9 ناقص 8 1، 8 ناقص 4 4، 7 ناقص 7 0، 5 ناقص 5 0، 1 ناقص 1 0. الشريط الثاني، 10 ناقص 7 ناقص 3 7، 10 ناقص 8 2، 9 ناقص 5 4، 8 ناقص 2 6، 7 ناقص 1 6، 5 ناقص 1 4، 2 ناقص 0 2، لأن العدد الذي نطرح منه 0 يبقى نفس العدد. الشريط الثالث، 10 ناقص 2 8، 10 ناقص 7 3، 9 ناقص 3 6، 8 ناقص 1 7. إذا هنا نطرح الصفر يبقى نفس العدد، 7 ناقص 0 7، 5 ناقص 0 5، 3 ناقص 0 3. الشريط الرابع، 10 ناقص 1 9، 10 ناقص 6 4، 9 ناقص 1 8، 8 ناقص 0 8، 8 ناقص 8 0، العدد الذي نطرح منه نفسه يساوي الصفر، 6 ناقص 6 0، 4 ناقص 4 0. إذا الشريط الخامس، 10 ناقص 0 10، 10 ناقص 5 5، 10 ناقص 10 0، 9 ناقص 9 0، 8 ناقص 7 1، 6 ناقص 2 4، 4 ناقص 0 4.